اتغير فيكي بعد الاختيار اتنين؟ فيا انا مش عارفه، لا عمري ما فكرت. سؤال حلو بس انا ما فكرتش فيه، بس يمكن حسيت باهميه ومسؤوليه اللي احنا بنعمله، مسؤوليتنا احنا كفنانين. ما حسيتهاش غير بعد الاختيار اتنين. اختيار وهجمه مرتده. وهجمه مرتده طبعا طبعا. ندخل بقى دلوقتي على هجمه مرتده. تاني مسلسل كنت فيه في رمضان، مسلسل كان حلو جدا برضو، بيناقش قضيه مهمه جدا جدا. انت طالعه عكس تماما دورك في الاختيار اتنين، طالعه بقى عميله ضد بلدها. بس الشخصيه دي انت كانت مش موجوده في الواقع، عكس الشخصيه اللي عملتيها في الاختيار اتنين. دي مش موجوده، هي طبعا موجوده كعميله، بس انا قصدي هي بعينها ما كانتش موجوده في الواقع. دي انت وصناع المسلسل انتوا اشتغلتوا على شخصيتها، قصدي تفاصيل بتاعتها، طريقتها، قوتها، نظراتها، الجبروت اللي كان عندها. الشكل الخارجي كان استاذ احمد علاء عاوز يعني شايفه قوي، وكان عايز ستايل معين بطريقه معينه بلبس معين، كان هو شايفه جدا. واشتغلنا عليه طبعا مع ستايلست استاذ سعيد رمزي، لكن تفاصيل الشخصيه عارفه انا هي طبعا. كمان خلي بالك ان مساحه دور نازل مش كبيره، انا كنت ضيفه يعني في المسلسل، فما كانش عندي فرصه اني افرد قوي، فكنت عايزه اخليها في كبسوله عارفه. أيوة. واضحه في كبسوله صح. يعني صح، نظرتها باينه، ممكن تكون مبشره بس عشان تبان تلحق يعني الكاركتر تظهر يعني. صح صح. فكنت عايزه اخليها زي ما هي، هي حاده جدا، ذكيه جدا، ماكره جدا، متحفظه جدا، مشاعرها ما بتبانش، مخيفه، طريقتها، مشيتها يعني، نظراتها فاهمه، تحسي انها مش قرياها، ان هي بتقرا الناس، فمش اكيد مش هتخلي حد يقراها يعني. صح. وبتجند دينا ابو زيد، بتجند هند يعني. صبري. فهي برضو لازم تكون شخص مسيطر يعني طبعا، وبتعمل لها حساب. فكل ده كان في دماغي وانا بحاول ارسم الشخصيه يعني، الماشيه، النظره، الوش، حركات الايد ما تبقاش كتير يعني.